انا اسمي رامي ايمن، مهندس متخرج من معهد مساحه، معهد سنتين فوق المتوسط. عندي فكره الشغلانه ديت من 6 سنين، حتى وانا بدرس، حتى وانا في المعهد وانا في برضك في ثانوي. ومش مكسوف ان انا مثلا متخرج من معهد مساحه او مهندس مساحه وشغال عربيه زراويه. وبنصح لكل الشباب ان اي حد في ايده صنعه او اي حاجه يشتغل، مش مهم بالمهنه اللي معاه او الشهاده اللي معاه. اتعلمت ازاي ده؟ احكي لنا شويه. الزلابيه ازاي اتعلمتها؟ الفكره ديت جات لي اما انا كنت مثلا كان في هويتي مثلا ايه من ايام ما اما كنت في ثانوي وكده، فقلت انا لازم انزل اشتغل، فاتعلمت الفكره دي من على اليوتيوب، فتعلمتها في البيت. فبعد كده ايه خدنا محل انا وزميلي اسمه كريم، وفتحنا وربنا كرمنا. كنا واقفين في محل بس حصل ظروف فقفلنا، فربنا كرمنا برضك وجينا المكان دوت برضك واشتغلنا. فكره العربيه بقى جات لك ازاي؟ احكي لي. الفكره دي جات لنا، يعني عايز اقول لحضرتك فكرتي انا واحد يعني انا وصاحبي كريم، فاللي احنا هو برضك يعني زي برضك ومؤهله برضك عالي، فاحنا برضك احنا الاثنين برضك ما استرع يعني ما جاتلناش يعني مثلا ان احنا ايه مثلا نستعر مثلا بالمهنه ولا اي حاجه من دي، بس احنا اي حد لازم يشتغل باي حاجه حتى عشان ما فيش شغل برضه. مش يعني انصح كل الشباب ده هم قاعدين على القهوه كده ان اي حد معاه صنعه او اي حاجه ينزل يشتغل. بريد عمل الزلابيه بقى، احكي لي بتعملها ازاي من اول مرحله لغايه لما بتطلع في النهايه بالشكل الكامل. نهايه يا فندم انا بعجنها، ماشي. مكونات الزلابيه مثلا، بص يا فندم، ده طبق بالعسل، تمام. في عندي صوصات برضك، في عندي كراميل، في عندي توت، بعمل جميع الصوصات كلها، سكر وايت دارك كراميل شوكولاته نوتيلا فراوله، جميع الصوصات كلها. تاخد بقى العجينه بقى بتعملها ازاي؟ يعني ادينا فكره كده عن صنع الزلابيه. دي بتبقى عبارة عن يعني أقول لك المكونات بتاعتها، بس دي بتبقى سر المهنة بتاعتنا. لا مش سر، يعني قول لنا بس الطريقة. مش الطريقة بتاعتها مثلا بتبقى مكونات مثلا زيت ودقيق وسكر وخميرة، وفي حاجة بتاعتنا احنا بقى بتاعتنا أنا وهو السر بتاعنا فبنحطه عليها يعني. وصاحبك معاك في ال شريكك برضه معاك؟ يعني انتوا بتتبادلوا بقى العمل على العربيه هو بالنهار مثلا وانت الصبح او حاجه؟ بالظبط بالظبط كده. كريم محسن متخرج من اكاديميه الشروق نظم معلومات، بشتغل الصبح وبشتغل بالليل على العربيه مع زميلي رامي. الفكره دي جات لنا ازاي؟ جات لنا في الاول لما كنا احنا الاثنين قاعدين فكرنا ان احنا نفتح عربيه زلابيه. كانت في الاول زي ما قال لحضرتك في الاول الفيديو ان احنا كنا فاتحين في نفس المنطقه بس بره، وحصل ان في مشاكل وكده فجينا هنا بعد كده. بس فبرضه بنصح بكل الشباب ان هو الشغل مش عيب، الشغل طالما انت بتجيب فلوسك بعرقك مش عيب خالص، احسن ما انت قاعد بتاخد فلوسك من ابوك او من امك، برضه دي مش عيب خالص. انا شايف كده عشان في ناس كتير قوي بتبقى قاعده على هاوي، قاعده ما بتصرف فلوس اهليها. انا بشوف حاجه كده بتضايق. انا واحد بابايا علمني ان انا اكافح واشقى في الحياه. واحب اوريك اطباق الزلابيه. الانواع بقى ايه اللي موجوده وبتعملوها؟ ده غزل بنات، ده نوتيلا، وده كراميل، وده توت، ودي فراوله، ماشي، وده لوتس. هوريك طبق كده اعمل لك حبه نوتيلا. حبه توت، حبه غزل بنات. ده طبق كده ب 20 جنيه تمام؟ بتشتغل من الساعة كام لكام بقى؟ من الساعة 5 لغاية الساعة 2. من الساعة 5 للساعة 2.
تمام. بتبدأ يومك ازاي بقى يعني؟ يومي بيبدأ ازاي؟ اول ما بقى افتح الحمد لله يعني ايه يعني ربنا بيرزقني باي حد بيجي ما بقولوش لا، حتى لو معهوش فلوس ما بقولوش لا، فربنا بيكرمنا اكتر. فمش بدأ في حكايه بيع وشراء، المهم ان الدنيا تمشي، حتى لو واحد معهوش فلوس ما بقولوش لا. في حد قال لك مثلا قبل كده ان انت بقى خريج جامعه او مهندس مساحه ازاي تشتغل على الزلابيه؟ قلت مثلا لا. رايك ايه؟ الناس كلها بتشجعني بكده يعني، مفيش حد اهمني ولا بتاع من ده، كل الناس اما عرفوا ان انا مهندس مساحه وكده، ف لما الناس عرفوا ان انا مهندس مساحه فالناس كلها، عايز اقول لحضرتك يعني، مشجعوني اكتر ان انا الشغلانه دي، بيشجعوني اكتر. بتاخد وقت قد ايه بقى العجينه على ما تتجهز؟ 5 دقايق بالظبط. لا، في تجهيزها يعني، مش على البتاع. 5 دقايق بتخمر؟ 5 دقايق بالظبط بتخمر. يعني طموحك ايه بقى؟ طموحك ايه في المستقبل؟ ان انا افتح مشروع كبير. انا فكرت ان انا افتح زي اللي هما تحت الكباري ديت، المشاريع اللي تحت الكباري، بس ربنا يعني ما يأذن بعد كده، فافتح مشروع كبير زي ده. هتكمل في الزلابية ان شاء الله. وانت طموحك ايه بقى بالنسبة لشغلك وكده؟ طموح ان ربنا نفسي ابقى ناجح في حياتي، افتح انا ورامي برضو زي ما قال لك كده مشروع تحت الكباري، بس مش ساعتها مش هيبقى زلابيا بس، زلابيا ووفل كريب الحاجات دي برضو، افتح حاجه انا واخويا مش صاحبي كمان بالمره، واحنا من صغرنا مع بعضينا في الدراسه وفي الشارع مع بعضينا في اي حاجه. يبقى كده؟ فيوم نجاحي هو 2 شوكولاته؟ ساده ولا بعسل؟ تمام يا باشا. انت بقى هنا مقسمين الشغل ما بينكم ازاي؟ يعني هل انت بس بتستنى على حسب ضغط الشغل؟ على حسب ضغط الشغل. مثلا انا ببقى واقف بقطع وبعجن، فهو برضه بيمشي برضه الزباين، احنا بنبدل برضه، احنا الاثنين واحد في المشروع يعني. كم ساعة بقى في اليوم تقريبا مثلا؟ على حسب يعني، ساعات من الساعة 5 4 لغاية الساعة 2 3 لما ربنا بيأذن، فاحنا بنقعد يعني. كريم علبتين وصل مطر كل وقت ولا سكر؟ واحدة سكر بس. انواع بقى اللي موجودة عندك ايه؟ الزلابية بايه؟ طعم ايه؟ مخصصات ايه؟ بص كده عن الزلابية ازاي تقدر تاكلها؟ بص يا فندم، عندي ايه؟ عندي صوص، عندي صوص توت، وعندي صوص شوكولاته. بص يا فندم، دوت غزل البنات ودوت شوكولاته، تمام. وعندي صوص كراميل، عندي صوص كراميل، وعندي عسل، وعندي سكر، وعندي لوتس. يعني على حسب التسويه، بحيث ان انا ما بحبش اعلي عليها النار، بحيث ان هي ما تتحرقش، عشان انا الزباين هنا طريقه الزباين بتحبها هنا كريسبي، تبقى ما فيهاش عجين من جوه، بتبقى كريسبي من بره. زي ما حضراتكم شايفين متابعين اليوم الساده، دوت صوص لوتس. بتنصح الشباب بايه بقى؟ كل اللي بيشوفك دلوقتي، بنصح الشباب اليوم السابع يعني من خلال شغلك في عربيه الزلابيه وانت معايل عالي، ايه النصيحه اللي انت تقدر تقولها لكل الشباب؟ بنصح الشباب اللي هي ما تتكسفش من الشغل، الشغل مش ايه؟ بدل ما انا قعدتي انا افتح واشتغل، طبعا انا معايا صنعه واحس ان انا اكسب منها فهشتغل. فانصح الشباب بكده يعني. شوكولاته؟
هل اسرتك بقى كانت موافقه ان انت معايا تنزل الشارع بيه قوي عادي ولا كان في حد معترض؟ لا هما شجعوني اكتر. واصدقائك وزمايلك؟ اصدقائي كمان برضو شجعوني اكتر وكانوا بيقولوا لي برضو بيشجعوني اكتر برضو. مفيش حد منهم قالك ازاي؟ لا حتى انا ليا برضو صحابي برضو مهندسين وبيقولوا لي برضو كده برضو. مشجعوني اكتر برضو في المهنه دي. ده بقى الانواع اللي انت عملتها دلوقتي؟ ده الشوكولاته. قول لنا بقى كل حاجه تمام. ده الشوكولاته دوت العلبه كده زلابيه شوكولاته. دي زلابيه شوكولاته. تمام وديت لوتس. تمام وديت غزل البنات على شوكولاته. ودوت توت وكراميل. اكتر حاجه بقى الناس بتقبل عليها عندك ايه؟ في ناس ساده ولا الصوص؟ في ناس كتيره متعودين على الزلابيه اللي هي العاديه السكر والعسل. اما اللي هي الشباب اللي طالعه دلوقتي كلها بالصوصات ديت. فالناس اللي هي بتاعت زمان فتقول لك لا انا هعمل لي العسل والسكر اكتر طلب. حاجه جاهزه دلوقتي. عايز دلوقتي اخد دلوقتي حاجه محلل؟ لو عايز واحده بالبيت. ب 10. ماشي. اثنين شوكولاته واحد عسل؟ تمام. تمام.